احنا من كل القلب ليك تسبحنا بنقولها بحب. انا شيد واغاني بنغنيها لك يا رب السماوات، كلمات مع نغمات نهدي لك ونعلي تسبيحات، كلمات مع نغمات نهدي لك ونعلي تسبيحات. تسبحنا من كل القلب، تسبحنا من كل القلب، وبفرح القلب لك نشدو نظما وترتيلا، تسبيحا لك يا إله الكون ورب المخلوقات. ليك تسبحنا من كل القلب، ليك تسبحنا بنقولها بحب. تعال وغنم معانا أحلى الترانيم، هتلاقي في كل ترنيمة درس وتعليم، إلهك صالح اشهد له قل له انت عظيم. وليك تسبحنا من كل القلب، ليك تسبحنا بنقولها بحب. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج ليك تسبحنا. قد ايه قلوبنا فرحانه ان ربنا بيدينا فرصه كل اسبوع اننا نكون معاكم كل يوم جمعه. بس عايز انوه عن شيء بسيط في بدايه الحلقه، ان يوم الجمعه الجايه بنعمه ربنا هيكون البرنامج الساعه 8، هنكون الساعه 8 مش الساعه 9 علشان بس نبقى كلنا مع بعض. بشكر رب من كل القلب لاجل اول حلقة كنا مع بعض واتكلمنا عن ليه بنسبح وليه بنرنم، والحلقة التانية اتكلمنا عن سلام رغم الاضطراب. لكن النهاردة عايزين نتكلم عن أنقذني. أكيد ربنا عمل معانا أمور كتيرة الوقت اللي فات ده، من اختبارات عشناها اختبرنا فيها إنقاذ الرب لينا، وأنا بشكر رب من كل القلب جداً لأجل أنه إدانا الوقت دوا. معايا ضيف مميز جدا غالي جدا على قلوب الكل. يعني زمان والدي كان بيصحينا على صوت الترانيم بتاعته، وإحنا لما بسأل ناس كتيرة كان نفس الأمر كان بيحصل معاهم، أنهم كانوا بيصحوا على هذا الصوت الجميل المميز. خدم الرب في كل حتة في العالم بصوته ورنم بلهجات كتيرة، اللهجة العربية والشامية والسودانية. الأخ الفاضل شيخ المرنمين العرب المرنم الحلو نجيب لبيب. أهلا يا أخي نجيب. أهلا بيك يا أخي صامو اللطيف يا لطيف. شكرا يا أخي نجيب. ربنا يباركك بجد. احنا سعداء بوجودك معانا، بنصلي في قلوبنا ان ربنا يدينا وقت طيب. اخترنا العنوان ده لأنه شعرين الوقت ده بأننا محتاجين إنقاذ. لكن قبل ما ندخل في الموضوع، تعالوا مع بعض نرنم الترنيمة المعروفة لينا كلنا، وإحنا بنقول بغني بين الناس أنا ليا إله عظيم. والإله العظيم ده عمل أمر عظيم جدا معايا، إنه أنقذني من الهبوط إلى حفرة الجحيم. تعالوا نرنم، تعالوا نفرح، تعالوا نغني بإنقاذه. بنغني بالاختبارات الحلوة اللي بيعملها معانا كل يوم. تعالوا نرنم مع بعض ونسبح لإلهنا. أنا ليا إله عظيم، بغني بين الناس أنا ليا إله عظيم، أنا ليا إله عظيم، أنا ليا إله عظيم، وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم.
سامحني رغم اني عوجت المستقيم محاسك ذنوبي ومضي الاثيم سامحني رغم اني عوجت المستقيم محاسك بغني بين الناس أنا ليا إله عظيم من فضل من الهبوط إلى حفرات الجحيم وجدت أنا فدية بدمه الكريم أنقذني من الهبوط إلى حفرات الجحيم ليا إله عظيم بغني بين الناس أنا ليا إله عظيم اترأف عليا إله الرحيم وعلى الركبتين حملني كالفاطيم اترأف عليا تسبيح السرافيم لكن سمع مني الصلاة والترنيم حول أغاني تسبيح السرافيم لكن سمع مني الصلاة والترنيم بغني بين الناس أنا ليا إله عظيم بغني بين الناس أنا ليا إله عظيم أنا ليا إله عظيم أنا ليا إله عظيم بغني بين الناس أنا ليا إله عظيم أنا ليا إله عظيم أنا ليا إله عظيم والإله العظيم ده صنع معايا أعظم وأروع إنقاذ. يمكن حد فينا النهاردة يكون مجرب بتجربة وبينادي على ربنا وبيقول له يا رب أنا محتاج إنقاذك، بس نفسي في بداية الحلقة يا أخي نجيب نتكلم في البداية عن تفتكر إيه هو معنى الإنقاذ، ولو حبينا ندي تفسير بسيط للمشاهد اللي بيشوفنا النهاردة وبيتفرج علينا نقول له يعني إيه الإنقاذ. يعني أبسط تشبيه لواحد غرقان، وفعلا حصلت في اسكندرية وحتة اللي هي الهانوفيل والحتة اللي جوه دي عند تمام. غريق، فقالوا ممنوع حد يعوم في مؤتمر من المؤتمرات. أيوة. وبعدين واحد ما سمعش الكلام مع أن الراية السودة كانت مرفوعة، وراح دخل في الغويط وخدته الدوامة وراح وغرق. نزل أول واحد يجيبه من اللي هم الغطاسين، قال لا ده صعب أنا ما أقدرش أدخل. المهم حاول واحد تاني يعني بمعجزة كان شرب مية وتقريبا يعني ظهر هو خبطه عشان يقدر يشيله، وشاله وجابه وكان مغمى عليه تقريبا، ولما ترمى في الأرض عملوا له طلعوا المية من جواه وفاق بعد ما خلاص يعني كان ميت. فلما وقف وابتدى يتنفس قال خلاص خلاص يعني انقذه، وقعدوا يشكروا في الراجل في الشخص اللي انقذه. يعني هي واحد كان ميت 100% كان على شفا حفره
مليانة نار وحد خطفه وأنقذه منها. ده إنقاذ طبعا. عايز تقول حضرتك أنه الشخص اللي قام بالإنقاذ ده كان أكيد في موقف أقوى منه. طبعا هو قوي وهو متمكن وهو كان شبه ميت، ولما سلم خالص وغالبا هو خبطه بوكس ولا ما تفهمش ازاي عشان يقدر يشيله، لان طالما هو بيحاول مش هيقدر ينقذه من الغرق اكيد. فهي عمليه الانقاذ، المنقذ اللي بينقذ ده عايز الغرقان يسلم خالص. بالظبط، يسلم خالص. وانا عايز اقول حاجه حضرتك قلتها في الحديث دلوقتي كانت جميله، انه كان في اشاره انه ما ينزلش في الحته دي. ايوه، فيا ما ربنا بيدينا اشارات ان احنا ما نخش اشاره سودة يعني إشارة موت سودة. بس مزبوط. الناس ما بتسمعش الكلام لاي اسباب متعدده يعني. ويا ما ربنا بيدي اشارات يا اخي نجيب، صح؟ بيدي بيتكلم مره على فكره في سفر ايوب اصحاح 33 بالتحديد. ايوب 33 بيقول بالظبط، وجاب كلمه انقذني، انقذ من الهبوط الى الحفره اللي هي حفره الموت. ايوب 33 بيتكلم عن واحد يعني، والرب بينذر مره وباثنتين. الله ينذر وفي حلم وفي رؤى الليل، والانسان ما بيسمعش. يختم بقى يعني، خلاص بقى هو مصر يحب الموت انه يكمل في السكه دي، ويكمل في السكه دي، لكن الرب في رحمته بينقذ من الهبوط الى الحفره. نعم، ودي الترنيمه اللي كنا بنرنمها قبل شويه، انقذني من الهبوط الى حفره الجحيم. دي الحفره اكيد، الهلاك الابدي مش حاجه مؤقته، لا. لكن اكيد كل واحد فينا النهارده يقدر يجي وينادي عليه ويمسكه. ودي كلمات الترنيمه اللي جايه، وعايز افكر حضراتكم انه في ارقام تليفونات هتظهر على الشاشه دلوقتي، تقدروا تتواصلوا معانا لو عندك اختبار ربنا انقذك من امر معين، يا ريت تشاركنا. لو عندك طلبة صلاة، لو عندك تعليق او تأمل بسيط، مش عايزين نطول في التليفونات علشان نستمتع بوجود الاخ نجيب. ترنيمة الجاية جميلة بتقول: الى مين يا رب، الى مين يا رب، الى مين نلجأ؟ انت وحدك انت الملجأ، عندك امان، عندك سلام، انت النجاة، وانت الضمان. يلا نسبح ونرنم ونقول له إلى مين يا رب. أمين. إليك فنحن في شوق إليك.
رب إلى مين يا رب إلى مين نلجأ؟ أنت وحدك أنت الملجأ. أنت النجاة، أنت الضمان، مفيش ضمان، مفيش ضمان لأي إنسان بعيد عن المسيح. لو فينا حد النهاردة بيدور على الأمان، بيدور على السلام، بيدور على الضمان، في شخص واحد بس هو اللي يضمن الأمر ده. لكن يا أخي نجيب، الناس يمكن يقولوا في ظروف معينة ربنا ممكن ينقذني، لكن في حدود للأمر ده، ظرف وظرف لا، أمر وأمر لا. في أمور ساعات بالنسبة للناس يقولك مستحيل الأمر ده، مستحيل، مستحيل أخرج من الأمر ده، مستحيل أنقذ من الأمر ده. هل الكلام ده صحيح؟ الكلام ده مش صحيح. تمام. وكلمة مش صحيح دي يعني مهذبة، يعني الكلام ده غلط. ليه؟ إذا كان الله قادر على كل شيء يبقى هو يقدر في كل أمر، قادر. نعم. لكن مشيئته دي حاجة تاني. تمام. فهو قادر على كل شيء. أيوب بعد الاختبار قال كده: قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر واحد، ما يعثرش عليه. فالرب قادر على كل شيء إلا إذا كان هو شايف حاجة تاني أفضل أكيد أو أحسن، لكنه أكيد يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه أمر. يعني عايزين نعمم الفكرة دي، أن احنا نقول الله قادر أنه يتدخل في كل الظروف لكن ليه مشيئة. صح يا أخي نجيب عايز تقول كده؟ صحيح، عايز أقول كده. وإحنا نخضع لمشيئته لأنه هو بيعرف أحسن مننا، هو بيعرف إحنا محدودين لكن هو غير محدود. لكن في كل الكتاب مواعيد الرب صادقة وأمينة، مكتوب كده. نعم. السماء والأرض تزول، ده المسيح هو اللي قال السماء والأرض تزولان كلامي لا يزول. فمواعيد الرب صادقة بصدق الرب، لأن الرب صادق وأمين. أكيد. وأنا عايز أقول لكل مشاهد بيتفرج علينا النهاردة، تعالى للشخص اللي هيديك إنقاذ حقيقي في الوقت اللي انت فيه مش فاهم. كتير أمور بتحصل حوالينا وإحنا مش فاهمين، لكن يقدر ربنا ياخد بإيدك وينقذك ويطلعك من الأمر ده. وعايز أشجع المشاهدين كمان لو تشارك معنا على الفيسبوك، على الصفحة بتاعتنا ليك تسبحنا، اكتب صلاة، اكتب كومنت أو اكتب تعليق. تعالى النهاردة اطلب الرب بكل قلبك. الترنيمة الجاية ترنيمة جميلة قوي، بتقول: مواعيدي ليك في الأخطار، بس أنا طول الوقت مش بس في الأخطار، عيني عليك في الليل في النهار في عمق البحار، عيني عليك، عيني عليك يا ابني على طول. يلا نسبح الرب. عمق البحر
الحق عيني عليك مواعيدني في الأخطار على طول عيني عليك ما تخافش من المشغول عيني عليك أنا معاك يا ابني على طول عيني عليك ما تخافش من المشغول عيني عليك في العواصف عيني عليك أنا معاك يا ابني على طول ما تخافش من المجهول في العواصف والسيول عيني عليك يا ابني على طول عيني عليك يا ابني على عيني عليك يا ابني عيني عليك يا ابني على طول. مش عارف اقول لكم ايه كم التواصل على صفحة الفيسبوك بتاعت ليك تسبحنا. انا لو قريت كل الكومنتس بتاعت الناس مش هنخلص. لكن قبل ما اخد الكومنتس ممكن ناخد تليفون معانا. ريموندا من مصر، اهلا وسهلا بيكي يا ريموندا. ريموندا انت معانا على الهواء، اتفضلي. طيب لغايه ما ريموندا تبقى معانا. اماني صفوت، الرب يبارككم. اخونا مجدي كمال الذي انقذنا من سلطان الظلمه ونقلنا الى ملكوت ابن محبته. كومنت جميل لاختنا فيولا تكلا بتقول حقيقي بشكر رب لأجلكم، وقت رائع جدا جدا. الأخ نجيب والأخ سامويل. كومنت كمان تاني من مارسيل، الرب يبارككم. سولا رشدي، الرب يبارككم، شكرا ليكم، الرب يحفظكم ويبارككم.
قبل ما ناخد الترنيمة اللي جاية يا أخي نجيب، عايز حضرتك توضح لينا فكرة، هل الإنقاذ يا أخي نجيب مرتبط بس هنا بوجودنا على الأرض؟ يعني إحنا بنمر هنا بظروف صعبة، وأكيد كلنا بنمر بظروف صعبة الوقت ده، وقت الكورونا، ويمكن ما فيش أسرة ما تعرضتش لظرف صعب أو فقدت حد معين في 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 عائلتها. أنا عايزك يا أخي نجيب في البداية تقول كلمة لكل أسرة اتأثرت بموضوع كورونا ده، وتقول كلمة تشجيع ليهم، وبعد كده السؤال اللي أنا عايز أسأله هو الإنقاذ ده مرتبط فقط بس بوجودنا هنا على الأرض؟ أوكي. قول لنا كلمة تشجيع الأول للناس اللي بتمر بظروف صعبة. طبعا كلنا حزننا على أحبائنا اللي فارقونا في هذه الظروف الصعبة، ظروف الوباء، لكن الرب وعدنا أنه معانا في قلب الحزن يعزينا. نعم. هو اللي بيقول أنا الرب معزيكم. وفي حاجة تاني بتعزيني أنا شخصيا لفراق الأحباء اللي موجود في تسالونيكي الأولى، رسالة بولس الرسول لأهل تسالونيكي الأولى الأصحاح الرابع، يعني الجزء الأخير، بيقول أكتب إليكم، بيكتب للمؤمنين أن لا تحزنوا كالباقين من جهة الراقدين. يبقى إذن بيقول عليه رقاد مش موت. لا، ما فيش موت، اسمه رقاد. ليه؟ لأن اللي بيرقد بيقوم. طبعاً. أما اللي بيموت ففي موت أبدي. طبعا هيقوم إزاي؟ هيقوم هيفضل ميت في الجحيم، لكن المؤمن بالنسبة لي اتغير الموت بقي رقاد. أكتب إليكم من جهة الراقدين، بيقول إيه بعد كده؟ أن لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. إيه الرجاء ده؟ الرجاء هو شخص، مش حاجة تحصل، حدث إن المسيح يجي، مع إن ده حقيقة، لكن هو شخص المسيح هو الرجاء، فهو الأساس، هو اللي بيعزينا. هو جاي قريب، يقول عنهم الراقدون بيسوع سيحضرهم الله معه. تعرف الحكاية دي بتعزيني جدا، يعني عزتني في كل الحالات اللي فقدت فيها والدتي وأختي والأحباء، أحبائنا اللي أثناء البانديميك دلوقتي. لكن أقوى جملة الوحي بيقولها الرب عشان يعزينا بيها، بيقول كده: عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. إيه الكلام ده؟ كل اللي قلناه في الأول ده، إن الرب هيجي وهيجيب معاه حبايبنا اللي سبقونا اللي رقدوا، أرواحهم هتيجي، وأجسادهم اللي تحولت وتحللت بقي التراب هتقوم، وكلنا مع بعض هنتغير ونكون مع الرب كل حين. دي كلمة التعزية من كلمة الرب: عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. هو الكلام بيعزي؟ أصل كلام زي ما بيقولوا في الأردن غير شكل. ليه؟ لأنه كلام ملك الملوك ورب الأرباب. هناخد تليفون وبعد كده هنرجع لسؤالنا. وجدي من المنيا، أهلا وسهلا بيك يا وجدي، اتفضل. مساء الخير يا أخي سمعين، ازي حضرتك؟ أهلا بيك يا حبيبي، أهلا وسهلا، اتفضل. وأخويا نجيب المحبوب وترانيمه الحلوة، يعني ربنا يبارككم، وبرنامج جميل جدا. وبطلب بس صلاة من أجل بيتي وأسرتي، إن احنا في أمور كتيرة كده في العالم، يعني كل واحد بيبقى ماشي مع ربنا كويس، لكن في حاجات كده معينة بتيجي بتخلي الشيطان بيحاول يهز أفكارنا ويمسكنا في طريق ثاني. فبطلب بس ان انا اثبت انا وبيت واسرتي في المسيح يسوع. امين. انت خدت اختبار الحياه الجديده، خدت خطوه توبه جديده يا اخونا وجدي؟ خدت خطوه جديده، وطبعا مفيش احسن من العيش مع رب يسوع. طيب الاخ نجيب عايز يقول لك حاجه. عايز اقول لك حاجه يا اخو وجدي، هل اتمتعت بالانقاذ؟ هل اتمتعت بالانقاذ الابدي من خلال المسيح؟ تمام. وضعت ثقتك فيه؟ امين، الرب يبارك. شكرا يا اخو وجدي. يعني حضرتك بس محتاج يعني ان الواحد يثبت وما يرجعش لامور العالم ثاني ويمشي في طريق ربنا يعني. امين امين يا اخو وجدي، ربنا يباركك ويبارك حياتك. مبسوطين ان احنا نستقبل تليفونك. الترنيمه اللي جايه ترنيمه
جميلة بتقول توكلنا على الله وهو ملجأنا، توكلنا على الله لا نخاف السوء. ويمكن ربنا بعت لك رسالة يا وجدي أنه هو عايز يقول لك اتكل عليا بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. لكل إنسان النهاردة بيشوفنا وبيشاهدنا، تعالى إلقي باتكالك على الرب، هو أعظم منقذ يجي وياخد بإيدك. يلا نرنم ونسبح مع بعض. توكلنا على الله وهو ملجأنا، توكلنا على الله لا نخاف السوء، لا نخاف السوء. الرب نجانا من شدائدنا، فلنقبل إليه ولنسمع له. توكلنا على الله وهو ملجأنا، توكلنا على الله لا نخاف السوء، لا نخاف السوء. صوت الرب ناعم يسكن في الأعماق، طعم الرب لذيذ أشهى من العسل. توكلنا على الله وهو ملجأنا، توكلنا على الله لا نخاف السوء، لا نخاف السوء. نير الرب هين، حمل الرب خفيف، قلب الرب وديع طوبى لمن يهوى. توكلنا على الله وهو ملجأنا، توكلنا على الله لا نخاف السوء، لا نخاف السوء. توكلنا على الله وهو ملجأنا، توكلنا على الله لا نخاف السوء، لا نخاف السوء. طيب ريموندا رجعت مرة تاني، أهلا بيك يا ريموندا، وسوري في المرة الأولانية ما قدرناش يمكن طولنا عليك شوية. أهلا بيك يا ريموندا، اتفضلي. ازيك يا أخ؟ أهلا وسهلا بيكي. خدامك صمويل، اتفضلي. ازيك أخ صموئيل؟ اتفضلي، أهلا بيكي. أهلا بيك أخ صموئيل. أنا كان معايا طلبة أطلب مني ربنا يديني التسل، بقالي 4 سنين ولسه ربنا ما ادانيش. امين يا ريموندا، انت ليكي 4 سنين مرتبطه ولسه الرب ما ادكيش ثمره بطن، مظبوط كده؟ طيب يا اختي ريموندا خليكي معانا على التليفون، وانا هطلب منك يا اخي نجيب انك انت تصلي من اجلها. الرب بيسمع الصلاه، هو قال اسالوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. احنا هنشترك معاكي في الطلبة، صلي معانا دلوقتي. يا ربنا يسوع المسيح، نشكرك لأنك أنت وعدت وقلت مهما سألتم من الآب باسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن. نحن نصلي يا رب، نسأل مشيئتك الصالحة والكاملة والمرضية. نعم يا رب، خطتك من ناحيتنا رائعة جدا. نحن نطلب من أجل أمتك يا رب أن تعطيها زرع بشر، ونشكرك لأن بابك عندما نقرعه أنت تفتح، لأنك أنت مكتوب عنك الصادق والأمين. فرح قلب أمتك حسب مشيئتك، ولك الكرامة ولك كل الحمد. آمين آمين آمين. معنا تليفون تاني، أخونا عبد الله، أهلا وسهلا بيك، تفضل. أهلا أهلا يا أخونا عبد الله، ربي يبارككم ويحفظكم ويبارك البرنامج العظيم ده. شكرا يا اخ عبد الله. الو، ايوه سامعينك، اتفضل. اختباري كان عندي كورونا، شبه كورونا، والرب استقانا بقوه الصلاه. مجدا للرب. فعاوز اقول كل لما يمر بامور زي كده ثقتك في الرب، يعني مهما كان كلام الدكاتره لكن خلي الانسان ثقته في الرب اقوى واحسن، واتعامل معي المعجزه كبير. يعني اشكر الرب. نشكر ربنا يا اخ عبد الله، شكرا جدا جدا يا اخ عبد الله
على التشجيع ده. فترة كتير فعلا هو استخدم الدكتور أسيلة بس، لكن الرب هو اللي تمجد في هذا الأمر. أكيد طبعا، ناس كتير اتصابت بكورونا وراحت للطبيب، لكن نشكر رب من أجلك. وعنده طب السنة صلوا لأجل أم أبانوة شوية عن كورونا وتعبان. أمين يا أخ عبد الله. أم أبانوة في العبور. أمين أمين، إحنا هنصلي من أجل أم أبانوة. الصلاة اسمها جهنم ثم إن جلدت هي في العبور، يعني في أجلة العبور. أمين أمين، شكرا جدا يا أخ عبد الله لمشاركتك. بص يا أخ صمد إن هي اتفضل يستينا ذكرت معاكم في البرنامج الأسبوع اللي مضى. طيب تمام، شكرا يا أخ عبد الله، ربنا يباركك ويبارك حياتك ولمشاركتك المشجعة لينا. هرجع لسؤالي الثاني. ارجع لسؤالي تاني. كان من شقين، الاول كده. قلت كلمه تعزيه بالزبط. والتاني انه هل الرب بينجي بس ايوه من الضيقات اللي أيوة. هنا في الوقت الحالي الزمني ايوه. على فكره يعني لو الرب بيعمل كده بس، مع ان الرب مش ممكن يعمل كده بس، لان الرب ادانا روح خالده والهنا اله ازلي ابدي، فكل اموره ابديه. نعم، فينقذ في الحالي الذي نجانا وينجي وسينجي، لكن كل أمور الرب بما أنه الروح اللي فينا خالدة يبقى الإنقاذ إنقاذ أبدي، مش بس في الزمان لكن إنقاذ من الأبدية. التعيسة اللي كانت تنتظرني وتنتظر كل إنسان، المسيح مش هو الأساس في حياته. المسيح مش هو الأساس، الأساس في حياته. أيوة، يعني إزاي يكون المسيح الأساس يا أخي نجيب؟ يكون المسيح هو الطريق. إزاي يكون المسيح الأساس وإزاي هو الطريق؟ طبعا. يعني أنا مثلا هو المسيح اللي قال في إنجيل يوحنا أصحاح 14 وعدد 6 بيقول كده، قال له يسوع لما توم قال له أنت هتمضي وتروح فين؟ أيوة. إحنا مش عارفين أنت هتروح فين. صح، فراح قال له أنت مش عارف هتروح فين، أنا هو الطريق. يعني لو في واحد بيشاهدنا دلوقتي مش عارف لو مات بكورونا أو غير كورونا، يعني هي 70 ومع القوة 80، طب أنا هديك 100 120، هو أنا أدفع حاجة من جيبي، يعني ربنا يدينا كلنا طولة العمر، بس لازم هنسيب الدنيا دي ماشي، يبقى في أبدية. نعم، فلو أنت مش عارف أنت رايح فين بعد هذه الحياة أو بعد عمر طويل بعد الموت، وإذا كنت طبعا إذا كان شخص مؤمن هيبقى عارف وما أكيد. يبقاش موت، هيبقى رقاد. لكن لو ما كنتش عارف، المسيح هو الطريق. لما قال له إحنا مش عارفين الطريق، قال أنا هو الطريق. يعني إيه؟ يعني مثلا أنا بسأل معيش جي بي اس أو ما فيش عنوان أكتبه عشان أجي، أنا ما عنديش نت في البتاع عشان مش بس أعمله، لكن لازم يكون يعني طريق. فجي واحد وقال لك ايه بقى، بص يا سامول خليها عليا انا اوديك، خلاص يبقى اللي قال لك كده، فالمسيح قال كده، انا هوديكوا للسماء، انا هاجي واخدكم. نعم. وانا الاساس أكيد. انا المنقذ وانا اللي هوصلكم، يبقى هو الطريق. اكيد معانا تليفون ليليان، اهلا وسهلا بيك يا ليليان، سوري اذا كنا اتاخرنا عليك شويه. ليليان لبان معاك. لبان لبان، اهلا اهلا وسهلا يا اخ لبان، اهلا وسهلا. أزحت. اتفضل. ايوه اتفضل، انا معاك. ازيك يا صميم؟ ازي حضرتك؟ اهلا بيك حبيبي، اهلا وسهلا بيك، اتفضل. وازاي وبتنور وبتشرف بالاخ نجيب لبيب في البرنامج، رب يبارككم. يباركك يا حبيبي. برنامج جميل ونستفاد منه كتير خالص، ربنا يديك نعمه. شكرا. هل عندك مشاركه يا اخي لبان تقدر تشجعنا بيها؟ حضرتك انا يعني اختبرت الحياه مع المسيح، والرب انقذني في بدايه حياتي من موت جسدي وانقذني بعد كده من موت روحي، وانقذني من قبضه الشيطان والخطيه، وهينقذني اكيد في الحياه، اكيد بلا شك هينقذني في الحياه الابديه العذاب الابدي، الحياه النعيم مع المسيح. اكيد. شكرا يا اخي لبان جدا. في حياتك الرب انقذني من موت جسدي وانا شاب، وكنت في مزرعه تبع الزيت، كنا عاملين حضرتك بير،
حضرتك كنا عاملين بير بنسحب منه ميه بحاجه كده لف في كرقه. ده في الصعيد بقى ده. وانا وقفت بسحب نعم في الصعيد ده. دير. في دير. صعيد بسحب الميه بالكرقه دي ما كانش حد موجود معايا كنت انا لوحدي. الحر اتقطع بتاع اللي موجود في سطح الميه. فانا نزلت بدماغي جوه البير المليانه ميه. يا الهي. زرعت زرعه في البير في قلب الميه في قلب البير فشفت ميه كتير وقعدت اضرب بايديا وكده فالرب اقامني ان حد يعني حط ايده على صدري ووقفني على رجلي في قلب البير. يا الهي. شكرا للرب اللي اقامك يا خلبان واحنا فرحانين جدا بمشاركتك. انا لوحدي حضرتك كنت يعني كان موت مؤكد. لكن الرب قفل رجلي في قلب البير امين امين يا خلبان ربنا يباركك ويبارك حياتك يعني اختبار عظيم ورائع واحنا فعلا اتشجعنا انك انت شاركتنا بالمشاركه دي. بنت الرب من سوهاج اهلا وسهلا بيكي. اهلا بيك يا اخ صامويل ازي حضرتك عامل ايه؟ نشكر رب اهلا وسهلا اتفضلي. وبنشكر المرنم نجيب لبيب مع تواجده معانا النهارده وقد ايه برنامجكم رائع. شكرا. حلو جدا وبتمنى يوصل لكل نفس الرب بمحبته وتعزياته وبركته لكل نفس ولكل بيت. امين امين شكرا جدا يا بنت الرب ربنا يبارك حياتك. عندك مشاركة ممكن تشاركينا بيها؟ طب عندي كلمة صلاة الأول. أيوة. معايا والدي ووالدتي عندهم كورونا والحالة صعبة شوية وجديدة ومعايا أختي في القاهرة برضو عندها كورونا عايزة الصلاة من أجلهم يا صامويل من حضرتك. أمين أمين يا بنت الرب إحنا هنصلي من أجلك صلاة خاصة وهنرفع صلاة من أجلك. أنت عندك اختبار في موضوع الحلقة صح كده؟ ايوه انا كان عندي بنتي كانت مولوده عندها انيميا تكسيريه فكنت بصلي من اجلها كتير قوي فبعد كده الرب وعدني الامن فقط فهي تشفى وانا مسكت في الوعد ده جامد جدا جدا وكنت بصلي بالوعد ده كتير جدا وبالفعل الرب شفاها مبطلين علاج يا اخ صامويل لينا حوالي 5 سنين ونشكر ربنا الحالة مستقرة كل الدكاترة أقرت إنها لازم عملية تشيل الطحال بس نشكر الله إن مفيش طحال اتشال والرب مد إيده والرب اتمجد وبشهد عن عمل الرب في حياتي وحياة بنتي. شكرا يا بنت الرب جدا جدا لأجل المشاركة والاختبار الرائع ده ودي رسالة لكل واحد واحدة بيتفرجوا علينا النهاردة مازال ربنا موجود وحي يقدر ينقذنا. أعتقد طولنا كتير في التليفونات وأنا مش عايز أفوت الفرصة. إله الحب نجاني بموت الصلب أحياني بروح القدس يهديني يعزيني ومش بس كده ويرعاني. خلي إله الحب النهاردة يقرب منك المنقذ الحقيقي اللي اترفع من أجلك على الصليب ياخد بإيدك ويحتضنك بحبه. يلا نسبح الرب. بنجاني
قلبي أحياني بروح القدس يهديني يعزيني ويرعاني بروح القدس يهديني يعزيني ويرعاني غدا ماضي مستورا وصار الاسم مغفورا وفاض القلب تسبيحا وتهليلا وتقديرا وفاض القلب تسبيحا وتهليلا وتقديرا إله الحب نجاني بموت الصلب أحياني يهديني يعزيني ويرعاني بروح القدس يهديني يعزيني ويرعاني تعالوا واشهدوا الحب وذوقوا وانظروا الرب إلى الحياة يدعوكم فلب افتحوا القلب إلى الحياة يدعوكم فلبوا وافتحوا القلب إله الحب نجاني بموت الصلب أحياني بروح القدس يهديني يعزيني ويرعاني بروح القدس يهديني يعزيني ويرعاني. شكرا للرب من كل قلب اللي المنقذ الحقيقي. علشان بس ما الناس اللي بتكتب لنا كمان على الفيس احنا بنشكرهم. هاخد بعض الكومنتز الموجودة. نانسي عياد ربنا يستخدمكم ويبارككم. الرائع الأخ نجيب والأخ صامويل مسحة القدير عليكم. الأخ أيمن عطا الأخ نجيب لبيب وحشتنا من وقت طويل بنستمتع بترانيمك. الأخ يعقوب الرب يبارككم حلقة رائعة بطلب صلاة من أجلي وأجل أولادي أمين يا أخي يعقوب. إحنا كل طلبات الصلاة في فريق بيكتب طلبات الصلاة وبنتابعها وبنصلي من أجل كل طلبات الصلاة. الأخت حنان شكرا للرب هو رجعنا الرب يبارككم. الأخ ماجد مخائيل الرب يبارككم. يعني أنا لو فضلت أقول الكومنتس مش هنخلص بس مش عايز أفوت الفرصة. ومعانا الأخ نجيب لبيب المرنم الرائع المرنم الحلو. يا أخي نجيب في فكرة الوقت اللي فات ده انتشرت يمكن ما بين الوسط الكنسي ويمكن في الميديا كمان انتشرت انه في انقاذ بس عن طريق مش عن طريق المسيح طريق تاني غير طريق المسيح. حضرتك كنت من شوية بتقول لنا انه المسيح هو اللي قال عن نفسه انا هو الطريق والحق والحياة. بس كل واحد دلوقتي بعض الافكار لبعض الناس يقول لك الله يقدر يوصل لكل الناس وأفكار قد تبدو يا أخي نجيب أنها منطقية. فإيه رأيك إيه رأي حضرتك في الأمر؟ أنا هرد على حاجتين. تفضل. الحاجة الأولى أني يعني الله رحيم والله محب وعنده ألف طريقة وطريقة يعني هو يعني لازم بس أن ربنا هينقذ وهيخلص بالمسيح بس وبالصليب بس وليه ضيق الفكر ده؟ أيوة. وليه ما يكونش الواحد تولرانس يعني يتعايش مع الناس وربنا يعني محبته غير محدودة. فعلا محبته غير محدودة وهو اللي قال الطريق والأساس. الأساس هو المسيح وزي ما قلت من شوية المسيح قال أنا الطريق. طب
واحد يقول لك ما هو يمكن ما كانش يقصد كده. طب نكمل، قال ايه بعد ما قال انا هو الطريق والحق والحياة؟ قال كم كلمة كده صغيرين يا اخويا صامويل يعني. تمام. ولو دول مكان يعني يقصد بيهم حاجة تاني انت قول لي، او المشاهد اللي بيشاهدنا يقول لنا ايه اللي مش مفهوم فيهم. ايوه بيقول كده في نفس الآية في انجيل يوحنا اصحاح 14 وعدد 6، انا هو الطريق مش طريق، اذا ما فيش اكتر من طريق، الف لام قفلت على الباقي. تمام. يا وقعة، يعني هو اللي قال، ما قالش انا طريق بالانجليزي اي واي يعني طريق من الطرق، لا، قال خلصت. والحق برضو، بس الجمله اللي بعد كده بيقول ايه؟ بيقول ليس احد ياتي الى الاب الا بي. طب ايه اللي مش مفهوم فيها؟ يمكن هو كان قصده حاجه تاني، انت قول لي يعني ايه ليس احد ياتي الى الاب اللي هو الله الاب الا بالمسيح؟ ايه المعنى التاني اللي ممكن تحمله الحكايه دي؟ هو واحد ممكن يحوض من الحاره التانيه يقول لك الله يقدر يوصل بطرق تانيه لانه الله غير محدود. طب دلوقتي المسيح قال ليس احد ياتي الى الاب الا بي. نعم. ايه اللي مش مفهوم فيها دي وايه اللي مش واضح فيها يعني؟ دي واضحه جدا. طيب يبقى اذا مش ممكن تاويل حاجه، ممكن واحد عارف يقول لنا ايه؟ يقول انت مسك لي في ايه واحده؟ لا انا هجيب لك ايات، انا هقول ايتين ثلاثه تاني بسرعه. ليه؟ لانه في سفر الامثال بيقول توجد طريق أيوة. تظهر للإنسان إنها مستقيمة، لكن آخرتها طرق، بس الطرق دي طرق هلاك موجود. لأن الرب ما عندوش طرق، الرب هو قال أنا الطريق. الطريق للوصول إلى الله هو الله نفسه، ما حدش يقدر يوصل لربنا إلا عن طريق ربنا. نعم. ده بالمنطق حتى. نعم. فمثلا في أعمال الرسل أصحاح 4 وعدد 12 بيقول وليس، بيتكلم عن المسيح. أيوة. وليس بأحد غيره الخلاص. بيكلم مفيش حد غيره. الواحد ممكن يخلص؟ لا، ده بيكمل أكتر من كده. بيقول لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي. تحت السماء يعني في أي بقعة في الكرة الأرضية. قد أعطي بين الناس به ممكن نخلص أو لازم نخلص. لا، راح جابت اللي هي you must، زي ما بيقول لي must born again، ينبغي. مفيش أكتر من كده. ينبغي أن نخلص. نعم. اللي هو اسم يسوع. لكن المسيح هو الأساس، المسيح هو الأساس. يا سلام، طب ممكن أي حاجة تاني تكون الأساس، اشمعنى المسيح؟ لا، في كورنثوس الأولى أصحاح 3 وعدد 11 الآية دي بتقول إن المسيح بس هو الأساس. يعني ما ينفعش طيب المسيح ومعاه حاجات تانية؟ يعني ما هو في ناس برضو بيقول لك إيه، ما أنت المسيح أعلى رأسي طبعا، بس برضو الواحد يعني. طب المسيح بس هو الأساس، بيقول إيه كده؟ فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. ما حدش يقدر يحط أساس تاني. وإيه هو بقى الأساس؟ يسوع المسيح الفداء الذي بيسوع المسيح. كلام رائع يا أخي نجيب. آخر آية، عشان اللي بيقول لك بتجيب لي آية أو اتنين. تمام. أو نص آية. آخر آية في تيموثاوس الأولى أصحاح الثاني عدد 5 بيقول إيه كده؟ لأنه يوجد إله واحد. اللي مفكر إن إحنا بنعبد ثلاث آلهة، لا، جوهر واحد، الله الأب، الله الإبن، الله الروح القدس، جوهر واحد، إله واحد. بنقول باسم مش بأسماء، إله واحد. يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح، الله الظاهر في الجسد. نعم. يسوع. طيب ما فيش حاجة تاني؟ ما فيش. أكيد. وعشان كده الترنيمة اللي جاية بتقول لولا موت الصلب، لولا موت الصلب يا فادي، لولا حبك وقت عنادي، عند صليبك صوت بينادي، بينادي لكل واحد النهاردة يجي ويقدم طلبة ويقول له أنا محتاج الإنقاذ ده، أنت نوري، أنت نوري، أنت نوري وكل حياتي. يلا نسبح ونرنم بيها، أنت نوري.
صليبك صوت بينادي، صوت يخلي القلب يقول لولا موت الصلب يا فادي، لولا حبك وقت عنادي، عند صليبك صوت بينادي، صوت يخلي القلب يقول انت نوري، انت نوري، انت نوري، انت نوري، انت نوري وكل حياتي، انت نوري وكل حياتي. من كان غيرك امحي اسامي، يحمل عاري وينهي الامي، من كان غيرك يشفي سقامي، مين يخلي القلب يقول من كان غيرك يمحي أسامي، يحمي عاري في ألامي، مين كان غيرك يشفي سقامي، مين يخلي القلب يقول انت نوري، انت نوري، انت نوري، انت حملت الصلب بدالي، كان الدم الثمن الغالي، طهر قلبي وغير حالي، خلى صوت القلب يقول حملت الصلب بدالي، كان الدم الثمن الغالي، طهر قلبي وغير اتكلم والأمعاني ويرددها صوت لساني، يعجز وصفي وكل كياني، يرجع صوت القلب يقول مهما اتكلم والأمعاني ويرددها صوت لساني، يعجز وصفي وكل كياني، يرجع صوت القلب يقول انت نوري، انت نوري، انت نوري، انت نوري، انت نوري وكل حياتي، انت نوري وكل حياتي. اتحملت الصلب بدالي، كان الدم التمن الغالي، طهر قلبي وغير حالي، خلى صوت القلب يقول انت نوري. يمكن في واحد النهاردة بيتفرج علينا يقول انا ليا سنين 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 عايش في الشر وفي الخطية، وكل الناس حتى حواليا بيقولوا لي انت مفيش امل منك، انت لو كل الناس قدمت توبة لربنا، حتى لو جيت وقدمت توبة لربنا ربنا مش هيسمعك لانك انت عشت سنين في الشر. يا ترى الانسان ده يا اخي نجيب عنده فرصة، عنده فرصة للتوبة؟ اكيد، لان الرب فعلا رحمته بلا حدود، لكن بيقول روحي لا يدين في الانسان الى الابد. فلازم الرب اللي بيدعو هو بنفسه اللي هيدين، هو الرب يسوع المسيح هو اللي مات على الصليب، هو اللي هيدينك، هو اللي هيدني. بس لما هيجي يديني مش هلاقي فيه دينونة، لأني لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. فالرب بيدعو، والوقت الآن وقت مقبول، اليوم يوم خلاص. بس ممكن واحد يقول أنا مبسوط، ما
الآية دي أنا هكررها لأني ما ذكرتش هي موجودة فين. هي موجودة في أمثال 14 عدد 12 بالتحديد. توجد طريق، أنت مبسوط؟ طريق تظهر للإنسان مستقيمة، مبسوط قوي ومرتاح زي البيبي اللي هيموت من الجوع وحطين له سكتة أو بيبرونة، هو بيسكت. لكن أخرتها بيقول كده وعاقبتها طرق. أصل الموت ليه طرق كتيرة والحياة طريق واحد اللي هو المسيح. نعم الآن وقت مقبول، الآن إن سمعتم صوته. الكتاب بيعلمنا كده، لا تقسي قلوبكم. والرب عايز يتقابل مع كل شخص. هو فتح أحضانه وبيقول تعالوا إلي. دعوة لأهم احتياج، احتياج الإنقاذ من التعب والهلاك الأبدي. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحك. هيريحك من ذنوبك، هيريحك من المستقبل الأبدي اللي عليه علم استفهام ومش عارف لو مت هتروح فين. عشان كده الترنيمة اللي جاية ترنيمة بسيطة وجميلة. المرنم اختبر فيها الإنقاذ فقال يوم ما قابلتك، مش بس قابلتك، اتقابلت معاك. ربنا عايز يتقابل مع كل إنسان النهاردة بيشوفنا وهيشوفنا، بس مش بس قابلتك، يوم معرفتك. ويوم معرفتك كان أسعد وأجمل وأروع أيام عمري. يلا نسبح بالكلمات الحلوة دي، يوم ما قابلتك، يوم معرفتك. أمجد
يوم عرفتك يوم قابلتك يوم عرفتك فعلا هو أسعد، هو أعظم، هو أمجد، هو أجمل أيام عمري، اليوم اللي فيه تتقابل مع المنقذ الحقيقي لحياتك. علشان بس ما أهملش الناس اللي بيكتبوا لنا على الفيسبوك، صفوت صمويل بيقول برنامج متميز، الرب يبارككم ويستخدمكم لمجد اسمه. ماجد أخونا ماجد، أهلا بيك ماجد زكريا، ربنا يبارككم روعة. بعد تحية للشباب العازفين، أنا بشكر رب جدا لأجل إخواتي العازفين اللي بيجوا كل يوم من المنيا يوم البرنامج وبيرجعوا مرة تاني في نفس اليوم، يعني بعد الحلقة على طول بيرجعوا في القطر. أبشكر رب جدا من أجلهم ولأجل وجودهم. معايا هاخد كومنت كمان تاني من ابتسام يسري، بتقول ربنا يبارككم برنامج روعة، لي طلبة صلاة من أجل أختي في العناية ليها أسبوع، الرب يتنازل ويعمل معجزة. وهي بتقول كمان الرب أقامها من الموت بس لسه في بعض المضاعفات. هي كانت في العناية ليها أسبوع وبدأت تفوق والرب يتنازل بس في بعض المضاعفات. أمين يا أختنا ابتسام يسري، احنا هنصلي أن الرب يكمل معاها. يا أخ نجيب، يعني بجد احنا مستمتعين وفرحانين بالرب، الترنيمة دي حطتنا في السماء كده دلوقتي، بس هل الإنقاذ ده يا أخي نجيب بدون مقابل؟ أكيد المنقذ ده دفع ثمن، أكيد لكل حاجة في الحياة ثمن، أكيد الشخص اللي حكيت عنه في البداية الشخص ده خاطر بحياته علشان ينقذ الراجل اللي كان هيغرق في الهانوفيل ده، لكن عايزين نتكلم عن ثمن الإنقاذ. في الصعيد في مثل، طبعا الحبايب اللي بيجوا من المنيا، طبعا الرب يسوع كان منياوي طبعا ده هو كل الاستوديو بيقولوا مفيش حاجة ببلاش إلا العمى والتراش. بس يعني طبعا إيه؟ لا 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 لا، ما أنت بتاع القاهرة، ما أنت من الصعيد أصلا. أنا من سوهاج يا خليل. طب خلاص ده أنت بقى يعني مفيش حاجة ببلاش إلا العمى والتراش، يعني اللي هي يعني حاجة صعبة يعني ببلاش. لكن الحقيقة هو التمن غالي جدا، واللي دفعه الرب يسوع المسيح. نعم، آخر قطرة من دماه على الصليب دفعت من أجلي ومن أجل كل العالم. التمن غالي جدا، دم يسوع معروف سابقا قبل تأسيس العالم، ده التمن، لا يقدر بثمن أكيد. لكن هو مقدم ليا ببلاش، يبقى إذن الدفع على الصليب أكيد دم المسيح، ومقدم ليا ولكل من يقبل مجانا. معنا تليفون قبل ما نروح للترنيمة اللي جاية، معنا تليفون، مين معنا؟ أهلا اتفضل. ألو مساء الخير. مساء النور اتفضل، أهلا بيك. أنا بهاء نسيم. أهلا يا أخي بهاء اتفضل. الأخ بهاء نسيم هو اللي عمل ترنيمة، لحن ترنيمة مديون القلب يحمدك على يا سلام. واتفضل يا أخ بهاء. أهلا يا أخ بهاء، دي يعني مشاركة جميلة ويعني إضافة جميلة أن حضرتك تتكلم، اتفضل يا أخ بهاء. شكرا، ربنا يباركك. أنا عايز أشهد عن أمانة الرب وعن إنقاذ ليا من كورونا شرسة. شرسة جدا، كنت محطوط على الأكسجين لمدة 40 يوم 24 ساعة في اليوم. أخ بهاء حاول تدخل معانا مرة تاني، أنا أحب أسمع باقي الاختبار ده، يمكن الخط قطع. ها معانا الأخ بهاء تاني، تليفون تاني، أهلا وسهلا اتفضل. أهلا بيك اتفضل. اهلا اتفضل اخ ايهاب من مصر. اخ ايهاب اهلا وسهلا بيك اتفضل.
اهلا يا اخي ايهاب، سامعني؟ ايوه سامع حضرتك. صامويل الرب يباركك. شكرا يا اخي ايهاب، اتفضل. يبارك الاخ نجيب ويبارك كل القائمين على البرنامج. شكرا يا حبيبي، ربنا يباركك. اتفضل، هل عندك مشاركه تشاركنا بيها؟ عندي مشاركه وتلبيه صلاه. اتفضل. المشاركه من حوالي 5 سنين كده، كنت شاب صغير طايش شويه راكب قطر، فواحد سرق مني الموبايل فحاولت الحقه، لقيت نفسي متشعبط في القطر ورجلي على الزلط، والقطر مشي جدا، فكنت بين قرار من اتنين، يا اما افضل ماسك في القطر بس مش عارف المحطه الجايه هيحصل لي ايه، يا اما اسيب نفسي. فاخدت القرار ان انا اسيب نفسي، وما كنتش املك غير ان انا اقول يا رب. حسيت ساعتها بالمنقذ اللي حضرتك بتتكلم عنه، وجاء في ذهني الآية الذي نجانا من موت مثل هذا وهو ينجي. نعم، ربنا يباركك يا أخي هاب، مشاركة جميلة، والرب أنقذك من الموقف ده. أنقذني، طلعت مفيش غير جرح بسيط في إيدي وجرح بسيط في راسي، يعني هو ما كانش في قطر جاي من الناحية الثانية، يعني طلعت فعلا بمعجزة. نشكر ربنا. مش مهم الموبايل، أهم حاجة أنت، أهم حاجة أنت كويس. أوعى تعمل كده مرة تانية، يعني سيب الموبايل مش مشكلة، أهم حاجة حياتك أنت وعمرك يعني. ربنا يباركك يا أخي هاد، شكرا. أيوة اتفضل. اتشجعت لما بنت الرب اتصلت وقالت إن بنتها كان عندها أنيمية تكسيرية والرب شفاها. أنا بنتي حاليا عندها 11 شهر وعندها أنيمية تكسيرية مناعية، نقلنا دم أكثر من مرة وتابعنا مع أكثر من 5 دكاترة والوضع صعب، فبنطلب صلاتكم وصلاة كل المؤمنين اللي بيسمعونا. أمين. بنتك اسمها إيه؟ لو ينفع تقول لنا اسمها. لارا إيهاب. لارا، لارا، أمين. أمين. خليك معانا على الهواء وإحنا هنرفع صلاة يا أخي إيهاب. يا رب يسوع نشكرك. أمين. لأنك إله حي وعظيم، زي ما عملت قديما تقدر تعمل، لأنك حي أمس واليوم وإلى الأبد. أنت صنعت معجزة مع بنت الرب، مع بنتها، وأنت تقدر تعمل معجزة مع لارا. يا رب إحنا منتظرين إنقاذك ليها، مدت إيديك بالشفاء والتجرى آيات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع، آمين. شكرا يا أخونا إيهاب جدا على المشاركة الحلوة دي والتشجيع ده، وإحنا نوعدك إن إحنا نصلي من أجل لارا، وتكلمنا مرة تانية تقول إن لارا شفيت بالكامل، آمين. آمين، ربنا يباركك. أخ نجيب، منقذي صخر الدهور، ضاع جل العمر. نعم، كل واحد فينا بعيد عن المسيح، ما تمتعش بالإنقاذ، ما خدش خطوة توبة، عمره ضاع، لكن النهاردة يقدر يتمتع بالإنقاذ. اللي كتب الترنيمة دي الأخ جورج زيدان، وهو كان ملحد على فكرة. فلما قابل، زي يوم ما قابلتك لما كنا بنرنمها، وتقابل مع شخص الرب يسوع المسيح، اتغير الإلحاد وبقي خادم للرب. يا سلام. وكتب الكلمات دي، ضاع جل العمر في إثر السرب، واللي لحن كلماتها ابنه الأخ وليد زيدان. أمين. تفضل يا أخي نجيب. الفريق الحلو. تارة في الأوج طورا في الحضيض، كبريائي وغروري رفعاني للسحاب، وطلبت العز ثم المجد في العيش العريض. منقذي صخر الدهور، قائدي نور ونار، حول الظلمة بدل الليل نهار، حول الظلمة بدل الليل نهار. كدت أنسى أن للإثم عقاب حين لاح
في الظلام لي يميض، فدفنت شهواتي وغروري في التراب، وصرخت لإلهي اشفني إني مريض. منقذي صخر في مرار عنفوان الذات نار في الهشيم، كم جرعت المر طوعا ثم يأسا بانكسار، كبرياء النفس درب وطريق للجحيم. حول الظلمة نور، بدل الليل نهار. يمكن ناس كتيرة بتعاني الوقت دوا انه وقت ليل وظلام كاحل من امور كتيرة جدا، لكن هيجي الفجر، مسير الفجر يجي، مسير تطل من تاني الشمس، شمس البر والشفاء في اجنحته. وانا في احنا خلاص بقينا وقت قليل يا اخي نجيب، لكن عايزك تدي رسالة رجاء لكل واحد انه في يوم من الايام الليل هينتهي. رسالة الرجاء هو شخص. نعم، احنا بننتظر شخص. في يوحنا 14 قال لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب، انتم تؤمنوا بالله فآمنوا بي. ده شخص، لكن الشخص ده وعد. وعد ايه؟ قال انا آتي سريعا ثلاث مرات في سفر الرؤيا. وبيقول كمان حتى حيث أكون أنا، في يوحنا 14 أكيد. تكونون أنتم أيضا مع في بيت أبي منازل كثير. في تشجيع أكتر من كده؟ يبقى في وعد لنا الشخص الصادق والأمين اللي وعد، وفي مكان وهو الطريق. نعم، هو اللي هياخدنا لغاية ما نوصل هناك. في أحلى من كده؟ هو جاي قريب أكيد. في نهاية لكل التعب، في نهاية وفي إنقاذ لكل شخص خد خطوة توبة ناحيته النهاردة. في فرح أبدي، في فرح في قلبك يجيلك، وفي فرح أبدي، ومكتوب أنه سيمسح الله كل دمعة من عيونكم. درجانا وعزانا قرب يجينا يسوع البار. لكل واحد عايش في الخطية تعالى بسرعة. كل اللي بيحصل حوالينا من كورونا، من الانهيار الاقتصادي، من كل اللي انت بتشوفه من ظروف محيطة، في منقذ وحيد يقدر ياخد بإيدك النهاردة. تعالى لرب الأرباب، شخص الرب يسوع المسيح لكل المجد. يلا نسبح ونقول رب الأرباب يا يسوع يا مخلص الفجار. حليت فيا بالروح يا بابا.
سرور وهنا وفرح على طول، قربتنا هنا مش هطول. سرور وهنا وفرح على طول، قربتنا هنا مش هطول. وشمس الغربة خلاص هتغيب، وبعيني أرى شخص الحبيب. الشمس الغربة خلاص هتغيب، وبعيني أرى شخص الحبيب. دار جانا وعزانا، دار جانا وعزانا، قرب يجينا يسوع. قرب يجينا يسوع البر. هللويا هللويا مجدا، هللويا هللويا مجدا، هللويا هللويا مجدا، هللويا هللويا مجدا. قرب يجينا يسوع البر، على بالي ما لم تراه العين، ما لم يخطر على بالي، ما لم تسمعه أبدا، ده يوحنا وصفه قال. وجمال على بالنا لم يخطر، جبوا عظيم وياهود أحمر، وجمال على بالنا لم يخطر. وكل ده لا يدهشنا، ده جمال يسوع سر فرحنا.